رجعنا لكم تاني ونشوف تحدي النهارده مع الثعلب ونشوف معلوماته. اول سؤال، مين اكثر لاعب حصل على ركلات جزاء في الدوري الانجليزي الممتاز خلال موسم الحالي؟ مشويش مين اكثر لاعب حصل على ركلات جزاء في الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي؟ حصل على يعني هو اللي وقع يعني مش هو اللي شاط، هو اللي اخذ ضربات جزاء شاط يعني هو اللي اخذ ضربات جزاء حصل عليها يعني يعني وقع يعني هو اللي وقع الحاجات دي صعبه قوي يا جماعه يعني ممكن اكتر واحد جاب شاط بنالتيات مثلا فرنانديز اعتقد اكتر واحد جاب بنالتيات لكن وقع جاب بنالتيات هتلاقي بقى ممكن هو في تشيلسي فيرنر صح انا بس بتشتغلني صح لا والله صح مين اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز في التاريخ طب بيلعب دلوقتي ولا بطل نجم مانشستر يونايتد السابق بيكم مانشستر يبقى جيجز او بيكم صح جيجز ماشي ما شاء الله ايه يا عم ده ايه ده ابعد العالمي عني هتاني فوق ما شاء الله مين الفريق صاحب اضعف هجوم في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي المصري المصري ده اضعف فرقه هجوميه هتلاقي يا اما البنك الاهلي يا اما وادي دجله يا اما اللي تعب هو البنك الاهلي وادي دجله واخر فيها انتاج الحرب حد منهم مين فيهم حد منهم يعني ايوه الانتاج الحرب صح ايه ده انا ماشي كويس لا الما انت عرفتها منين الانتاج دي قول لا بابا يعني هم اخر فيها في الدوري ما بيكسبوش جدع ممتاز غلط صح